تحية طيبة مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة السودانية 24 ومتابعي برنامج الصباحات السودانية، أسعد الله صباحكم أينما كنتم. اليوم نلتقيكم هنا بكلية الخرطوم التطبيقية والتي تشهد اليوم لدعم نازحين النيل الأزرق بالتعاون والشراكة مع مبادرة همنا واحد. متابعة طيبة. التبرعات دي هي اللي بتكون لافة للناس عشان تقدر تلم أكبر قدر مادي من التبرعات. العمل ده كله هو عاملينه تبرع لناس النيل الأزرق اللي هم حصلت لهم مشاكل قبلية، فاضطروا الناس ديل يقعدوا في محلات كده دي ما يعني ما فيها بيوت وكده. فنحن في جمعية اللي هي الجمعية دي ما بس واقفة على الجامعات، فهي بس تعاونت مع الجامعة حقتنا الكلية الخرطوم التطبيقية عشان نقدر نعمل الحفل ده ونقدر نلم ناس كتار ونقدر نتبرع منهم. فكرة أصلاً جات من ناس مبادرة همنا واحد طرحها لشباب هنا في التطبيقية، شباب طبعاً بدورهم في معظم الحاجات الموجودة على مستوى الشارع أو على مستوى المجتمع وافقوا طوالي وطرحوا الفكرة لإدارة الكلية، وإدارة الكلية رحبت بالحاجة دي، فشباب ما قصروا فقدموا كل المعينات الموجودة بالإضافة لإدارة الكلية ورجعوا لنا نحن كأساتذة ووقفنا معاهم. والله الرسالة إنه مجتمعات الجامعة مجتمع شامل جامع لكل الناس في كل أنحاء السودان، فدي من الحاجات المميزة جدا من خلالها مفروض طوالي يتم نبز العنصرية ويتم نبز الغبلية ويحققوا المجتمع الجامعي الموجود على مستوى الكليات والجامعات في تعايشهم كزملاء مع بعض بكل أريحية، إنه الحاجة تتعكس على المجتمع السوداني عموما يعني. فالحاجة دي مهمة جدا إنه الشاب السوداني لما يجي الجامعة يطلع بفكر إنه الجو اللي هو عايشه في الجامعة لازم يعيشه على دو على المجتمع عشان ما يبقى الحاجة صورية فقط بدون تمثيل على المجتمع السوداني عموما. أنا وأب هاشم من كلية الخرطوم التطبيقية تصميم داخلي. التبرعات بدت من يوم الأحد الفات يوم 1/8. التبرعات كان ماشي كويس شديد، كل يوم الناس والطلبة كان ساعدوا شديد في الحاجة دي، كان بتبرعوا من نقدا لملابس من كل الحاجات دي، وحتى البازارات اللي كان بتتعامل كانوا أي بازار بتعامل أي زول بيجي يشارك في البازار كان بيكون عنده مساهمة نقدية. المساهمات اتطورت من يوم ليوم، والليلة اليوم الختامي الدخول لليوم الختامي بالحفل والحاجات دي كلها عن بالنقد أو بالملابس أو بحاجة بأي حاجة يعني تفيد أهلنا النازحين في ولاية النيل الأزرق. اسمي رزاز أبو بكر، بقرأ في جامعة الأحفاد، عمري 18 سنة. الحاجات دي بعملها هاند ميد. حالياً الأرباح بتاعت الحاجات دي رسلوا لنا دعوة إنه إحنا حنجي نشترك، الأرباح تمشي لأهالينا في النيل الأزرق إن شاء الله، ربنا يكون معاهم. أنا زينة عبد الكريم، صاحبة فكرة مبادرة همنا واحد ومسؤولة من التنسيق. الفكرة من المبادرة هي يعني مبادرة مستقلة نشأت نتيجة الحوجة الإنسانية الأخيرة في النيل الأزرق بسبب الأوضاع اللي كلنا عارفينها. بسبب الظروف اللي حصلت في النيل الأزرق نزحوا كمية من الناس، نزوح طارئ وكان مفاجئ، أكيد الناس ما كانت متوقعة الحاجة دي، فبالتالي كان الأعداد اللي وصلت للمعسكرات بتاعت النزوح كانت كبيرة شديد. وعندنا تواصل مع زملاء لنا شغالين في غرفة الطوارئ في الدمازين، فحبينا أنه نساعد وحبينا نخدم وحبينا أنه فعلا الهم يكون واحد. أنا مرام محمد النعيم حمد من كلية الخرطوم التطبيقية. اليوم عندنا معرض مفتوح
تبع مبادرة النيل الأزرق النازحين تبع النيل الأزرق، مبادرة اسمها همنا واحد. ففي المبادرة دي عندنا بازارات وحاجات كثيرة شديد، فأنا ماسكة موضوع المعرض. موضوع المعرض حقي فيه لوحات وفيه تربية مهارية للفنانين كلهم، وفيه موضوع مسابقة. المسابقة دي الاشتراك برسوم بسيطة شديد، الرسوم تبع الاشتراك حتمشي للتبرعات حقة النازحين والنزاع القبلي اللي حصل للنيل الأزرق. فنحن دارين المسابقة دي تحصل عشان أديهم لسببين. السبب الأول إنه أنا حدي القروش للتبرعات، والسبب الثاني حدي جائزة لأحسن فنان حيرسم لوحة فنية. فاللوحة الفنية دي حتكون عبارة عن لوحة تعبيرية، أي زول حيكون داير يرسم حيعبر عن الحاجة، عن النزاع الحاصل، عن المشاكل الحاصلة في النيل الأزرق.